ومن بين الحيوانات التي كانت قرونها نقمة عليها لا نعمة هي الغزلان، حيث أن الأمر يعتبر أكثر خطورة بالنسبة لها. فهذه الحيوانات اللطيفة تنقسم إلى عدة مجموعات، ومنها ما يكون له قرون تنمو من أعلى الرأس باتجاه الأعلى، والمميز أن هذه القرون حادة جداً وخطيرة وتقتل الغزلان، وذلك مثلاً إما بسبب أن القرون نمت باتجاه جسم الغزال واخترقته مؤدية لموته، أو نتيجة لمعركة بين غزالين فيقتل أحدهما الآخر بهذه القرون. وقد يكون الأمر أكثر سوءاً، فقد يتشابك الغزالان في قرونهما، وعندها يصعب عليهما أن ينفكا أبداً، فيلازمان نفسهما بدون طعام ولا شراب، وهكذا حتى يموتا ببطء من الجوع. وإذا كان الطقس بارداً والجليد منتشر، فقد يتجمدا ويموتا سريعاً من البرد.